رحبوا معنا بأم الملك محمد السادس لالة لطيفة أم الشرفاء. هي زوجة الملك الراحل الحسن الثاني، وهي أم الملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد والأميرات حسناء وأسماء ومريم. شافت النور لأول مرة سنة 1945. هي من أصول أمازيغية، تزوجت بالملك الحسن الثاني سنة 1961، والاسم الحقيقي ديالها هو فاطمة حمو، ولكن تعرفت باسم لطيفة باش تجنب الخلط بين الزوجة الأولى الملك الراحل الحسن الثاني فاطمة أمهرو، وهي ابنة واحد من كبار الشيوخ في منطقة أولاد زيان، وكتجمعها علاقة أكثر من الأمومة بالملك محمد السادس، وكتنقل ما بين مراكش وباريس، وتيقولوا باللي راها كتعيش في قصر أسطوري في باريس، قيمة ديالو كتبلغ مبالغ خيالية.